الحمد لله على هذا الفوز. هذا المقابله ما جاتش بالسهل. تنبغي نشكر جميع اللاعبين اللي قدموا واحد الاداء جيد، وتنبغي نشكر جميع ستاف، لا ستاف تكنيك، لا ستاف ميديكال، لا ستاف ادمنستراتيف، وتنبغي ان مره اخرى فريق الفتح على هذا المستوى اللي قدم طوال الموسم. الان لازم عندنا اننا نساو هذه المقابله هذه ونفكروا في المقابله النهائيه اللي ما غاديش تكون صعبه ضد خصم قوي، ومتبقي تقريبا واحد اسبوع ان شاء الله باش نحضروا بكل اريحيه وبكل جديه باش نحققوا الهدف ديالنا. وحنا ما عارفين ان المقابله ما غاديش تكون سهله، فريق رجاء فريق قوي، مي فريق نهضه تبارك الله، الكل كيعرف في المقابلات الكبيره تيكون كبير، تيبقى الهدف ديالنا هو نحققوا اللقب ان شاء الله ونهديو جميع مكونات النادي وجميع الجماهير كامل. والحمد لله قدمنا مقابله جيده في الاخر. الشيء كي كان الماتش صافي، ضغطوا علينا بزاف وتمارك عينيك التعادل لهدف قاتل، ولكن احنا مع التجربه ديالنا والتجربه ديال الدراري اللي كاملين جرينا الامر ومشينا تيروبيج اللي وفقنا الله وجاب لنا الله تيسي، وان شاء الله نفكروا ماتش ديال الرجاء اللي مهم حتى هو فينا باش نحافظوا على الكاس ديالنا ان شاء الله. الحمد لله الدراري كانوا في نهارهم، قدموا واحد المقابله كبيره اللي كنشكرهم عليهم من هذه المنابر. استاهلوا هاد الكاليفيكاسيون الفينال. الحمد لله ضربنا باش هذا العام ان شاء الله يخرج لينا، ما يخرجش لينا، نخرجوش خالي الوفاق. جمهور بركاني كيستاهل يخرج هذا العام بشي تيتر باش يضمن المشاركه ديالو للعام الجاي في كاس الكونفدراليه اللي ولفناه يكون فيها. وكنبغي نشكر الدراري والجمهور هذا اللي حز كثر المدينه فاتوا واستندنا 120 دقيقه.